السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا مرة تانية في برنامج حديث محاسبة الموسم الثاني اللي هنتكلم فيه صديقي عن القوائم المالية. سيزون القوائم المالية هيكون سيزون حفيل بالداتا، مليان انفورميشن ومعلومات كتير هنتكلم فيه عن انواع القوائم الماليه، يعني ايه قوائم ماليه، ازاي بنقراها، ازاي بنعمل لها تحليلات. اول حاجه هنقف عليها ايه هي القوائم الماليه وبتيجي منين. ببساطه شديده يا صديقي، القوائم الماليه هي قوائم، من اسمها كده قوائم، زي جداول كده، لكن هي مش جداول بمعنى جداول، هي قائمه محطوط فيها بنود متتاليه ورا بعضها. البنود دي، مكونات القوائم دي اللي هي البنود دي، بتوضح لنا أمور مالية تخص المنشأة، زي مثلا قائمة الدخل. قائمة الدخل بتوريني الشركة دي بتكسب ولا بتخسر، اللي هي بيكون فيها الإيراد ناقص المصروف يقول لي مجمل الربح أو الخسارة قد إيه. كمان عندي قائمة زي قائمة المركز المالي أو الميزانية العمومية، طبعا هي اسمها المعدل الجديد في المعيار الدولي قائمة المركز المالي. قائمة المركز المالي بتوضح لي حجم الشركة، حجمها المالي قد إيه، وده اتكلمنا عنه في السيزون اللي فات في حلقات كتير بأوجه مختلفة، نقدر نبص على الحلقات دي ونستفيد من المعلومة مرة تانية. كمان عندنا قائمة زي قائمة التدفقات النقدية، اللي بنودها بتوضح لي السيولة بتاعت الشركة بتمشي ازاي، بتروح فين وبتيجي منين وحجمها قد ايه، الانبوتس والاوتبوتس بتاعت السيولة في الشركة بيحصل فيها ايه بالظبط. وكثير وكثير من القوائم المالية. كمان عندنا قائمة زي قائمة الدخل الشامل، عندنا قائمة زي قائمة حقوق المساهمين او الملاك. كل دي قوائم مالية بتعد في نهاية الفترات أو في نهاية السنة المالية، والفترات هنا يا صديقي أقصد بيها نهايات الربع سنوية أو النص سنوية على حسب السياسة المالية للشركة. طيب يا صديقي، هنتكلم عن إيه بالظبط في القوائم المالية دي؟ إحنا كده عرفنا يعني إيه قوائم مالية، تعالى نروح للنقطة رقم 2، القوائم المالية دي بتيجي منين؟ إيه مصدر القوائم المالية دي؟ البنود الموجودة فيها بجيب بياناتها منين؟ ببساطة شديدة يا صديقي، من التسجيلات اللي حصلت قبل كده من ميزان المراجعة. الموازين زي ما قلنا في السيزون اللي فات، البيانات اللي فيها جت من التسجيل اللي حصل في قيود اليومية أو دفاتر الأستاذ العام اللي اتجمعت من القيود اليومية أو الحركات المالية. ده السيكونس أو التسلسل أو السيركل، الدورة اللي باخد منها في النهاية بيانات وأرقام بتخش عندي في القوائم المالية. طيب هنتكلم النهارده عن قائمة محددة وهي قائمة الدخل. هنبدأ بقائمة الدخل، لأن قائمة الدخل بتوضح لي أهم نقطة بيسأل عنها أي صاحب مشروع، أنا بكسب ولا بخسر. عشان نوصل لشكل قائمة الدخل أو طريقة عمل قائمة الدخل، خلينا نعرف قائمة الدخل دي هتطلع لي إيه بالظبط. هتطلع لي مجمل ربح أو مجمل خسارة بس، ولا ممكن تطلع لي صافي ربح وصافي خسارة؟ خلينا نخش in details في التفاصيل ونلاقي إجابات لأسئلتنا دي. قائمة الدخل يا صديقي بتيجي معايا في صورتين. أول صورة الكلمة اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية، كلمة القوائم، بتيجي في شكل قائمة الدخل. قائمة الدخل الـ income statement. طيب الشكل التاني، هو في حاجة اسمها أكتر من شكل القائمة؟ لا، هي بتيجي في شكل حسابات، اللي بنقول عليها الحسابات الختامية، اللي هما ايه؟ حساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر. طيب خلينا نتكلم الأول عن شكل قائمة الدخل في كقائمة. قائمة الدخل كقائمة بنودها بسيطة جدا، مبيعات ناقص مصروفات بتساوي مجمل ربح، حط عليها إيرادات أخرى، شيل منها مصروفات أخرى، تديك صافي الربح. ده بكل بساطة بما تحويه كل البنود داخلها بقى. طب عشان اوصل للارقام دي، هل بقراها مباشره كده من الحسابات؟ لا، في ست معادلات مهمين، ست معادلات بكون منهم قائمه الدخل، او هم المكونين لقائمه الدخل بكل بساطه. نبدا بالمعادلات من الاخر للاول، يعني المعادله اللي هقولها دلوقتي اول معادله هقولها هي اخر معادله بتتحقق في قائمه الدخل فعلا. طب ليه هنمشي من الاخر للاول؟ عشان الموضوع يوضح لنا اكتر. آخر معادلة في قائمة الدخل بتقول لي صافي الربح أو الخسارة، صافي الدخل اللي هو بيساوي إيه؟ مجمل الدخل، مجمل الربح أو الخسارة، زائد المصروفات الإيرادات الأخرى ناقص المصروفات الأخرى. طيب هنا عندي بلك كده في المعادلة دي، كلمة كده مجملة في المعادلة اسمها مجمل الإيرادات. طيب
تاني او مجمل الربح. تاني نرجع للمعادله، المعادله الاولى بتقول لي صافي الربح او الخساره بيساوي، او صافي الارباح بيساوي مجمل الارباح زائد الايرادات الاخرى ناقص المصروفات الاخرى بكل بساطه. طيب نيجي بقى ناخد مجمل الارباح دي، ودي المعادله رقم 2. بجيب مجمل الارباح دي منين؟ مجمل الارباح بتساوي صافي المبيعات ناقص تكلفه البضاعه المباعه. الموضوع بدا نخش في التفاصيل اهو، ركز معايا. هناخد صافي المبيعات ونحط صافي المبيعات في معادلة مكونة ليها. بنجيب صافي المبيعات منين؟ صافي المبيعات بكل بساطة بتساوي إجمالي المبيعات، دي بنجيبها من حساب المبيعات، ناقص افتح لي بقى قوس كده وقول لي ناقص ايه بقى؟ ناقص مسموحات المبيعات اللي هي الكميات المجانية اللي احنا بنخرجها في المبيعات للعملاء بتوعنا، الخصومات بتاعة المبيعات، مردودات المبيعات. يبقى انا كده عشان اجيب صافي المبيعات جبت مجمل البيع اللي انا بعته وشلت منه ايه؟ الكميات المجانيه اللي اديتها للناس ببلاش، الخصومات اللي اديتها للعملاء بتوعي ببلاش، كمان المردودات اللي رجعت لي، فبقى كده ببساطه شديده عندي قيمه الصافي البيع بتاعتي. تمام كده يا صديقي؟ هنيجي للمعادله الثالثه يا صديقي. المعادله الثالثه دي اللي هي بتقول صافي المبيعات ايه هو؟ بنسأل عن صافي المبيعات لأن احنا ذكرناها زي ما قلنا كده في المعادلة اللي فاتت بتاعت مجمل الربح. طيب ركز معايا بقى، المعادلة رقم 1 بتاعت صافي الربح، المعادلة رقم 2 بتاعت مجمل الربح، المعادلة رقم 3 صافي المبيعات. حلو خالص. مجمل الربح اللي هو المعادلة رقم 2 بتقول لي ايه؟ ان مجمل الربح ده يا فندم بيساوي صافي المبيعات ناقص تكلفة البضاعة المباعة. حلو جدا. هاخد اول بند في المعادله دي او اول جزء في المعادله دي بعد علامه يساوي اللي هو صافي المبيعات، وده هيبقى المعادله رقم 3 معايا، وتكلفه البضاعه المباعه هتبقى المعادله رقم 4 كده. تمام. حلو قوي. ركز بقى معايا في المعادله رقم 3. صافي المبيعات ده عباره عن اجمالي المبيعات ناقص مردودات المبيعات، خصومات المسموح بيها، الكميات المجانيه او المسموحات اللي بنقول عليها المسموحات. يعني عشان ببساطة شديدة أجيب قيمة صافي البيع رقم لصافي البيع بقول المبيعات كلها أهي، كل اللي بعته أهو، كل اللي بعته ده جواه إيه بقى؟ جواه كمية مجانية اديتها العميل، جواه خصم اديته العميل، جواه مردودات رجعت لي من عملاء. شيل بقى الثلاث حاجات دول يبقى لي صافي المبيعات. دي المعادلة رقم 3. المعادلة الرابعة معايا يا صديقي هي تكلفة البضاعة المباعة. تكلفة البضاعة المباعة معادلتها سهلة جدا، بتقول تكلفة البضاعة المتاحة للبيع ناقص مخزون آخر المدة أو البضاعة في آخر المدة. حلوة. البضاعة في آخر المدة يعني كمية البضاعة الموجودة عندنا في المخازن في آخر الفترة. نيجي بقى للبضاعة المتاحة للبيع. إيه البضاعة المتاحة للبيع دي؟ عبارة عن إيه؟ عبارة عن صافي المشتريات ناقص بضاعة أول مدة. سهلة وبسيطة. يبقى صافي المشتريات ناقص بضاعة أول مدة، دي البضاعة المتاحة للبيع. هناخد صافي المشتريات ونقفل بيها آخر معادلة اللي هي المعادلة رقم 6. المعادلة رقم 6 بتقول صافي المشتريات بيساوي إجمالي المشتريات زائد مصروفات المشتريات، ده جانب، ناقص هنشيل من ده إيه بقى؟ الإجمالي بتاع المشتريات ومصروفات المشتريات هنشيل منه مردودات المشتريات، مسموحات المشتريات اللي هي الكميات المجانية اللي احنا خدناها من الموردين بتوعنا، الخصم المكتسب، الخصم اللي الموردين يدهولنا واحنا بنشتري، ده يديني في النهايه صافي المشتريات. دي كده ببساطه شديده يا صديقي الست معادلات المكونين لقائمه الدخل في شكل القائمه. تمام كده. في شكل الحسابات اللي هي الحسابات الختاميه، حساب المتاجر، حساب الارباح والخسائر، ده اللي هنتكلم عنه في الحلقه الجايه ان شاء الله. دلوقتي احنا خدنا ست معادلات مكونين لشكل القائمه او مكونين لقائمه الدخل. الاول هنقول شكلها البسيط السهل اللي كلنا بنقوله بكل سلاسة. ايه الشكل البسيط المبسط لقائمة الدخل؟ المبيعات ناقص المصروفات هتدينا مجمل الربح، هنشيل منه مصروفات اخرى، نحط عليه ايرادات اخرى يدينا صافي الربح. ممتاز. حلو قوي كده يا صديقي، احنا عرفنا الست معادلات المكونين لقائمة الدخل. الست معادلات دول اول واحدة فيهم سريعا بقى عناوين المعادلات فقط. أول واحدة فيهم اللي بعرف منها
صافي الارباح والخسائر، ثاني واحده فيهم اللي بعرف منها مجمل الارباح والخسائر، ثالث واحده اللي بعرف منها صافي المبيعات، رابع معادله اللي بعرف منها تكلفه البضاعه المباعه، تكلفه البضاعه المباعه، خامس معادله تكلفه البضاعه المتاحه للبيع، سادس معادله صافي المشتريات. دول الست معادلات اللي بطلع منهم قائمه الدخل. وقائمه الدخل في شكلها البسيط في شكل القائمه هي ببساطه شديده خالص عشان تسهل على نفسك، المبيعات ناقص المصروفات بتساوي مجمل الربح، هنحط عليهم اي ايرادات اخرى ونشيل منهم اي مصروفات اخرى، يدينا صافي الربح او الخساره. اتمنى حلقه النهارده من حريف محاسبه تكون افادتكم، ويكون سيزون جديد مليان بالمعلومات والافاده لينا كلنا يا رب. اشكركم لمتابعتكم، تابعونا على قناتنا على اليوتيوب Ultimate Academy وبنفس العنوان على صفحات التواصل الاجتماعي. شكرا.